حادثة اختطاف شغلت الرأي العام في مصر وعيشتهم ساعات عصيبة، والحمد لله انتهت أخيرا بالزقاريط والفرحة بعودة طفل المحلة لأحضان أمه بأقل من 48 ساعة. القصة بدأت يوم الأحد لما كان طفل بعمر 8 سنوات اسمه زياد البحيري رايح مع والدته يفتتحوا دكان أبوه الموجود بمدينة المحلة الغربية، وفجأة جات سيارة نزل منها شخصين ملثمين وباغتوا الأم وسحبوا الطفل منها، والمسكينة حاولت تمسكوا وهم بيحطوا جوا لكنهم سحلوها وطاحت على الشارع. ولحسن الصدف كانت كاميرا المراقبة شاهدة على الواقعة، ومن خلالها انكشفت كل الخبايا لاحقا لأنها كانت موجهة على الطريق اللي سلكته السيارة بين قريتي العامرية والسجاعي. صور فيديو لو تبعت لحد، لو تبعت لصالح صورها. ايوه خلاص يا حاج العبد، روح انت، روح كده عشان تقوم تسوي علي. يا حبيبتي انت خدت رد، معلش معلش. أحمد البحيري والد الطفل قدم بلاغ عن اختطاف ابنه، وعدسات الكاميرا قدرت تحدد نوع السيارة ورقمها ومين صاحبها ولوين توجهت، واتضح فعلا أنها مسروقة قبل ما ينخطف الولد بنحو أسبوعين. وزي ما شايفين حسن مصطفى هو صاحب الرقم الموجود على نفس السيارة اللي انخطف فيها زياد، وقدم محضر في يوم 16 أغسطس، لكن بعد الحادثة عثر على السيارة متفحمة. وخلال هذا الوقت والتوتر كانت أم الطفل طبعا على أعصابها منتظرة الفرج وهي منهارة بتستنى أي خبر عن ابنها المخطوف. وبعد ما عرفوا الخاطفين أنه أجهزة الأمن بتلاحقهم و30 ضابط بيشاركوا في هذه العملية و47 كاميرا جالسة تتتبع تحركاتهم، رموا الطفل في مخزن مهجور وهربوا. وعدت الساعات وصحيت أسرة زياد اليوم على خبر ضبط المجرمين الثلاثة اللي اختطفوه وطالبوا بفدية ب2 مليون جنيه، بس غايتهم فشلت وعاد زياد أخيرا سالم غانم لأهله. زياد كمان ظهر في مقطع بيروي للناس الفرحانة بعودة تفاصيل عملية الخطف وكيف عملوا وإيش كانوا بدهم منه. شالونا حطونا في العربية وبعدين مشينا شوية وبعدين وقفنا وبعدين نقلونا في عربية. ما غموش عينك يا زياد ولا حاجة؟ لا خموا عيني. تمام. وبعدين مش كل التبمر. قالوا لك إيه بقى؟ قالونا ما تعملش حش ولا تزعل ولا تعمل حاجة إما هنقتلك. كانوا كام واحد يا زياد؟ تلاتة. في ست ولا مفيش ست؟ لا مفيش ست. يعني هم التلاتة اتنين قدام واحد ورا بس. طب اخر حاجة لما وصلت في البس يعني مش حد بيقول لحد اسمه فلان يا اسمه اساميهم ايه؟ لا انا سمعتهم بيقولوا يا عم محمد هو اللي عمل معانا الغلط والكلام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ عم محمد هو اللي عمل معانا الغلط. اما اللي كان بيقول لي ابنك قاعد على البحر بيضحك عليا كداب وما عندوش دم، بيقول لي تعالى يلا ما نشتريك مليون ولا على البحر. قلت له لا ماليش مزاج. قال لي انا لو تصدق فعلا انت عندك حق، اقعد انت نفسيتك مرتاح. طب يعني كان بيتعامل معاك ازاي؟ ضربوك مثلا يا زياد او حاجه ولا في الوسط لينا؟ لا في الترعه. وبعدين قلنا على الراجل قال له مش في الترعه. قال له لا هاتوني انا عايز. كان عاوزين يبقى في الترعه فعلا عشان هو يتفاوض معايا. ما تخافش. وبعدين قعد يكلمني بقى وكان عايز يعمل لي على دماغي كده. انت راجل، انت راجل وابوك راجل، انت راجل وابوك راجل وجدك راجل. انضم إلينا من المحلة أحمد البحيري والد الطفل المختطف العائد لأحضان أهله. أهلا فيك معنا أستاذ أحمد، طمنا في البداية على ابنك إن شاء الله، كيف حالته؟ كيف زياد؟ الحمد لله بخير، الحمد لله بخير وتم وصوله بسلامة الحمد لله. الحمد لله. كيف نفسيته؟ إن شاء الله تمام. اكيد كويسه بس مش كويسه قوي طبعا، لان الموضوع كان صعب بالنسبه له، اول مره بيحط في موقف زي ده وطفل طبعا زي اي طفل.
طبعا. طيب احمد، يعني انتم رحتوا للنيابه وشفتوا مستجدات القضيه وايش صار، وكنتوا تقدمتم ببلاغ وما الى ذلك، اذا تحكي لنا عن مستجدات هذا الموضوع. بالنسبه لايه بالضبط؟ بالنسبه للنيابه ودور الشرطه معايا، ايش صار في النيابه؟ والله بعض الأسئلة اللي هو إيه اللي حصل بالظبط من أول ما نزل لحد ما اتحرك وعدى كم دقيقة، وبالتواصل وبالمعلومات تم تأكيدي إن ابنه هيبات في حضني خلال أقل من 48 ساعة، وبالفعل تم رجوع ابني قبل 48 ساعة الحمد لله في حضني. ايوه، ووعدهم وما خلفوش. اي الحمد لله، اهو نحن شايفين ان الجهات الامنيه قويه جدا. اي طيب الحمد لله. اول الحمد لله. سلم لنا على زياد، هو مش سامعنا بس سلم لنا عليه كثير السلام، وطبعا الحمد لله على سلامته. طيب الان هل عرفتوا سبب اللي صار، اي تفاصيل معينه؟ هل فعلا كان الموضوع وراه بس انه طلب فلوس او فديه؟ هو كان طالب فدية، بس الجهود الأمنية والوزير الداخلية ورئيس الجمهورية كلهم بعد اتصالاتهم وشد البلد من جوه البرة، والحمد لله تم رجوع زياد بدون أي مصاريف وبدون أي تعب الحمد لله في أقل من 48 ساعة. جميل. وكان في تواصل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي معاكم؟ أكيد طبعا، كل دول طبعا بمجهوداته ومتابعته مع وزير الداخلية واللي تحت وزير الداخلية وجميع الرتب، وكلهم ساعدوني بكفاءة الحمد لله، وده يدل إن مصر حكومتها قوية مش ضعيفة، ومش أي حد يقدر يسيطر على الأجهزة الأمنية، لأن الأجهزة الأمنية بتاعت مصر قوية فوق ما تتخيلوا. طيب احنا طبعا سامعين الاصوات عندك في البيت، والمحبين كثار والمهنئين كثار، فما حناخذ من وقتك اكثر من كذا. الحمد لله على سلامه زياد وما يشوف شر ان شاء الله، وارجع لاهلك واحبابك وناسك. كان معنا والد الطفل الحمد لله اللي رجع، ما عاد مختطف، احمد البحيري. شكرا لك.